السلام عليكم. كما كانت القدس القبلة الأولى وثالث الحرمين، ستبقى بوصلة المسلمين ورأس الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني. في هذه الحلقة من برنامجكم من فلسطين تتابعون العلاقات الهندية الإسرائيلية، أبرز المؤشرات وأهم نتائج الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو. وفي فقرة زهرة المدائن نأخذكم في رحلة مع ريشة فنان مقدسي نقش 100 عام من حضارة القدس وتاريخها في 100 لوحة مقدسية جميلة، كما تتابعون في حكاية مدينة يافا عروس البحر وما آلت إليه أمورها بعد احتلالها على يد القوات الصهيونية عام 48. نبدأ معكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. لأني أحبك حب النسيم لهمس الشجر، لأني أحبك حب الحياة لطعم المطر. أحلت المنافي قصائد زهري لأقطف منها وأهديك عمري. قصائد زهري لأقطف منها وأهديك عمري. أيا قدس يا أمنيات الغرر. لأنك شوق المحب وقد ألهمته الصور، لأنك شدو البراق الذي في سماك خطر. لأنك شوق المحب وقد ألهمته الصور، لأنك شدو البراق الذي في سماك خطر. لأنك لهجة جد الحنون وبسمة أمي ولهف العيون. لأنك لهجة جد الحنون وبسمة أمي ولهف العيون. سأنقش باسمك وجه القمر. لأني أحب حب النسيم لهمس الشجر. لأني أحبك حب الحياة لطعم المطر. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من فلسطين، وحديثنا في فقرتنا الحوارية حول زيارة نتنياهو إلى الهند وأبرز مؤشرات العلاقات الهندية الإسرائيلية والتي نستعرضها في تقرير ثم نناقشها مع ضيفنا الدكتور محمد بلعاوي، وهو رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط، وسنتحدث معه حول هذه العلاقة التي اتسمت بالتوتر في العقود السابقة إلا أنها تطورت كثيرا حتى وصلت إلى الزيارة الأخيرة والتي استمرت لعدة أيام لرئيس حكومة الاحتلال. وسنرى ما نتائج هذه الزيارة من خلال حديثنا مع الدكتور في هذا الجانب بعد أن نتابع هذا التقرير، فابقوا معنا. حذرة تمضي الهند سيرا في حقل توطيد العلاقات مع إسرائيل استجابة لمحاولات الأخيرة والتي لم تتوقف طوال 25 عاما لتتوج تلك العلاقات بزيارة بنيامين نتنياهو للهند مؤخرا، سبقه إليها أرئيل شارون عام 2003. الهند أي دولة كأي دولة أول ما تضع في الأجندة مصلحتها الذاتية، مصلحتها ومصلحة الأمن القومي وعلاقاتها وتطورها وتقدمها، للأسف الشديد بخلاف الدول العربية التي ربطت مصالحها مع الغرب وأصبحت يعني ربطتها مع أمريكا، وللأسف الشديد بعض الدول العربية الآن تحاول أن تربط مصالحها مع إسرائيل. ويعود سر العلاقات للصداقة الحميمة بين الرئيس الهند ونتنياهو التي تشهد تطورا في الاتصالات التجارية من خلال توقيع صفقات السلاح والاستثمار بالمواد الطبيعية. تأتي زيارة نتنياهو للهند لإثبات عدم فشله في إلغاء صفقة الصواريخ التي ألغتها الهند مؤخرا، والتي حسب الإعلام العبري بلغت قيمتها مليار دولار.
زيارة نتنياهو للهند تأتي في إطار انفتاح العلاقات الإسرائيلية الجديدة مع آسيا، ولكن الآن الإعلام الإسرائيلي يقول أن الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحدي كبير في فتح علاقاته مع آسيا. هل سينجح كما نجح في أفريقيا أم أنه سيفشل؟ بالتأكيد يعني نستطيع القول أن فتح علاقات جديدة مع آسيا ليس بالسهولة التي نتوقعها كما حصل في أفريقيا. وبدا الانحياز الهندي واضحا في امتناعها عن التصويت ضد إسرائيل ضمن تقرير الأمم المتحدة الذي صدر نهاية حرب 2014، فيما ابتعد الدبلوماسيون الهنود عن استخدام ما يصفونه بالمصطلحات القاسية ضد إسرائيل، ما يشير بكل وضوح إلى إنجاز إسرائيلي في اختراق الممانعة في الشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، أرحب بضيفي دكتور محمد مكرم بلعاوي رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا في هذه الحلقة. نتابع تحليلاتك ونقرأ مقالاتك ونلاحظ أن كما قلنا في المقدمة هذه العلاقة لم تنشأ من فراغ، نشأت من عمل مضني بالنسبة لإسرائيل، وهي علاقة اتسمت كما قلنا بالتوتر طيلة عقود، إلا أنها تطورت وارتقت إلى أن وصلت إلى ما عليه الحال الآن في غفلة في الحقيقة من التاريخ. الآن دكتور لو جئنا في استعراض سريع لطبيعة هذه العلاقة، ما أبرز محطاتها؟ يعني إذا تحدثنا عن العلاقة بين الهند وإسرائيل فهي علاقة تسبق فترة إنشاء الكيان الصهيوني. نعم. هي علاقة تمتد منذ أن نشأت الحركة الصهيونية، كان هناك اتصالات دائمة بين زعماء الحركة الصهيونية وبين المهاتما غاندي اللي كان في ذلك الوقت هو القائد الروحي للهند تحت الاحتلال، والمراسلات ما زالت موجودة إلى اليوم، وهو أطلق عبارة شهيرة جدا بأن فلسطين للعرب كما هي إنجلترا للإنجليز وفرنسا للفرنسيين. على إثر ذلك في عام 47 كان هناك الانفصال ما بين الهند وباكستان وإعلان الكيان الصهيوني. في هذه المرحلة الحكومة الهندية الناشئة بقيادة نهرو أعلنت موقفا واضحا ضد الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولكن في عام 1950 أقاموا علاقة دبلوماسية ولكن بحد الأدنى، هي علاقة في الحقيقة علاقة اعتراف بدون علاقة تمثيل سياسي. في 53 أنشأوا قنصلية في بومبي، في 93 على إثر انهيار الاتحاد السوفيتي واتفاقية أوسلو تم افتتاح سفارة إسرائيلية في نيودلهي. الحقيقة أنه مجيء الحزب الحاكم الحالي وهو اسمه حزب الشعب الهندي، نعم، هذا أعطى دفعة قوية للعلاقة بين الهند وإسرائيل، والسبب في ذلك الأيديولوجية والفكرة الفكر اليميني الذي يحمل هذا الحزب وجد صداً في إسرائيل وخصوصا في حكومة اليمين. فاليوم العلاقة بين الطرفين هي علاقة غير مسبوقة، تقوم ليس على المصالح وحدها وإنما على نوع من أنواع التماهي الأيديولوجي والإعجاب المتبادل. ولعل لإسرائيل دور في وصول هذا الحزب الحاكم إلى سدة الحكومة الآن. الآن هناك في الحقيقة الصحافة الهندية تتحدث عن دور من هذا النوع، ولكن بكل تأكيد أنه رئيس الوزراء الهندي الحالي كان له علاقات سابقة على رئاسته الوزراء، لأنه كان تشيف مينستر أو كبير الوزراء في ولاية جوجرات، وعندما كان في هذا المنصب كان يسهل سفر رجال الأعمال والنخب الهندية للمشاركة في برامج الدبلوماسية الشعبية الإسرائيلية وهي فعالة كما تعلمون. فعلاقته وعلاقة وزيرة الخارجية وعلاقة كوادر أخرى في الحزب علاقة قوية مع إسرائيل حتى قبل أن يصل هذا الحزب وينفرد في السلطة اليوم. اليوم عن أي شكل دكتور من العلاقة نتحدث؟ عن علاقة اقتصادية، عن علاقة سياسية، عن علاقة ثقافية، عن أي نوع من العلاقات نتحدث؟ وما مدى قوة هذه العلاقة بين الهند وبين دولة الاحتلال، علما بأن دولة الاحتلال كما تعرفون تروج بأنها لها علاقات قوية ووثيقة جدا حتى من خلال المقابلات ومن خلال الصور التي تبثها، والعلاقة طبيعة الاستقبال لرئيس الوزراء الهندي وكذلك استقبال نتنياهو بهذا الشكل؟ حقيقة أنه يجب أن لا ننكر بأنه العلاقة اليوم وصلت إلى عمق غير مسبوق. يعني نحن لا نتحدث فقط
عن مصالح عسكرية وإن كانت هذه المصالح كبيرة، ولا عن مصالح اقتصادية وإن كانت هي أيضا كبيرة. يعني اليوم إحنا نتحدث عن تبادل تجاري مقداره 5 مليار دولار سنويا، عن شراء للأسلحة تقريبا 1 مليار دولار سنويا تشتري الهند من إسرائيل، هي بالمناسبة المستورد رقم واحد للسلاح الإسرائيلي. نحن نتحدث عن تعاون في مجال التكنولوجيا، نتحدث عن تعاون في مجال الأمن، نتحدث عن تعاون في مجال التدريب الإداري والتطوير الإداري، نتحدث أيضا عن مناورات عسكرية. يعني في شهر نوفمبر الماضي كان هناك مشاركة هندية لمجموعة من النخبة، نخبة الجيش الهندي كوماندوز، في مناورات قريبة من حدود غزة اسمها الراية الزرقاء، وهذه لأول مرة في تاريخ الهند تحصل. يعني اليوم العلاقة تجاوزت علاقة المصالح إلى علاقة الصداقة. لذلك نجد بأنه في شهر 7 الماضي عندما قام رئيس الوزراء الهندي بزيارة إسرائيل، كان نتنياهو حريص على أن يرافقه طيلة أيام الزيارة، 3 أيام، ويأخذ معه صور على الشاطئ كما ترون، ويضع يده على كتفه ويمشي حفاة الأقدام على البحر، وهو يريد أن يعطي دلالة بأن هذه العلاقة أبعد من العلاقة الدبلوماسية العادية. وعندما بالمقابل جاء نتنياهو إلى الهند، استقبل بنفس القدر من الحفاوة وبنفس القدر من محاولة إظهار أن العلاقة تتجاوز الحالة الدبلوماسية والسياسية. نعم. طيب دكتور، أنت ذكرت حجم التبادل التجاري بين الهند ودولة الاحتلال، ما حجم التبادل التجاري مثلا بين الهند والدول العربية والإسلامية؟ ويعني إذا أردنا نتحدث عن مصالح وعن اقتصاد، فإن العرب والمسلمين كما سيظهر الآن بالأرقام لديهم مصالح، أو لدى الهند عندهم مصالح أكثر وأكبر من إسرائيل. يعني يجب أن نتذكر بأن الهند كانت دائما على اتصال وثيق في منطقتنا، حتى القرآن الكريم عندما نتحدث عن رحلة الإيلاف في الشتاء والصيف، من أين كانت تأتي هذه البضائع، ومن كان من أين كان أهل قريش يأتون ببضائعهم؟ كانوا يأتون بها بالمقام الأول من منطقة الهند، ثم تؤخذ إلى غزة وإلى البحر الأبيض المتوسط وتصدر إلى أوروبا أو تذهب إلى مناطق أخرى. فعلاقتنا علاقة قديمة جدا تعود لآلاف السنوات، بل لقبل الإسلام، مع الهند، بالإضافة لأنه كبار مفكرين الهند أصولهم عربية، والعكس صحيح. ولذلك علاقتنا مع الهند علاقة أبعد من مجرد مصالح، هي في ارتباط عضوي بيننا وبين الهند. عندما نتحدث عن رجال الهند أو علماء الهند من المسلمين، يجب أن نتذكر أيضا من المسلمين حكموا الهند أكثر من 800 عام. إذن نحن لنا ارتباط أبعد من الارتباط الاقتصادي. والمقصود ليست الهند الحالية طبعا، الهند التي كانت قبل التقسيم الحالي إنجاز التعبير. يصح أيضا حتى على الهند الحالية، لأنه حتى الهند الحالية نحن نتحدث اليوم عن تقريبا 250 مليون إنسان من المسلمين يقيمون في الهند، هم أصلا هنود، وبين هؤلاء هناك الكثير جدا ممن يتأثر بالثقافة العربية أو يمتد نسبه إلى العروبة. بالنسبة للتبادل التجاري، إحنا نتحدث عن 200 مليار وليس مليون، مليار، هذا سنويا حجم التبادل التجاري ما بين الهند والدول العربية والإسلامية. نتحدث عن 7 ملايين عامل يعملون في دول الخليج، نتحدث عن مليارات من الدولارات سنويا تأتي كنقد أجنبي للهند من العاملين في الدول العربية، نتحدث عن استثمارات ضخمة جدا في العالم العربي. إذن عمليا الارتباط الهندي بالعالم العربي هو مسألة حياة أو موت بالنسبة للاقتصاد الهندي. هناك حوالي 85% من الطاقة التي تتلقاها الهند يأتي من دول الخليج ومن إيران، ولذلك نحن نتحدث في الحقيقة ليس عن مصالح، نحن نتحدث عن ارتباط عضوي حقيقي. ألا تخشى الهند على خسارة هذه الأشياء، يعني مقدرات الكبيرة؟ يعني واضح أنه نتنياهو هو يطلع نظراءه الهنود على تفاصيل علاقاته مع العرب. هناك تماهي اليوم ما بين مواقف بعض الدول العربية، بل أكثر الدول العربية، مع الموقف
الصهيوني. يعني احنا عندما نرجع الى كتاب اصبح اليوم قديم نسبيا وهو الشرق الاوسط الجديد الذي كتبه شمعون بيريز بال 1996 نجد ما يحدث اليوم من محاربه للحركه الاسلاميه واستبدال العداله الصهيونيه بعداءات طائفيه او مناطقيه نجده مصداقا لهذا الكتاب. اذا الذي يحدث اليوم ليس نكوص وليس عدم فاعلية من طرف العرب، ولكن الهند اليوم الحكومة الهندية تدرك بأن علاقاتها مع العرب ومع المسلمين غير مهددة، ولذلك رئيس الوزراء الهندي عندما زار آخر مرة الكيان الصهيوني كان من العادة الدبلوماسيين الهنود أنهم يذهبون إلى تل أبيب ثم يذهبون إلى رام الله، في الزيارة الأخيرة لم يذهب إلى رام الله. وللمرة الأولى كما ذكر التقرير تصوت الهند بالامتناع عن قرار إدانة غزة في مجلس حقوق الإنسان، وهذه سابقة لم تحصل من قبل. نعم. ورغم أنها مثلا في قرار القدس الأخير الذي كان في الأمم المتحدة هي صوتت لصالح بقاء الحال على ما هو عليه، وهي عندما صوتت بذلك لأن القانون الدولي ينص على ذلك ولا يعبر عن موقف سياسي بالمقام الأول نظريا، ولكن يعبر عن موقف قانوني لأنه هذا مخالف ما أعلن ترامب، هو كان مخالف للقانون الدولي. لا شك أن هناك مخاطر كبيرة على العرب وعلى القضية الفلسطينية تحديدا جراء هذه العلاقات. يعني كل تحسن وتطور بين دولة الاحتلال من خلال علاقاتها بأي دولة أخرى يعني تراجع علاقة هذه الدولة بنا، لأنه كما رأينا يعني حتى على صعيد العلاقة بالهند رأينا هذا النموذج ما تفضلتم به الآن. يعني هناك واضح أنه في تغير في السياسة الهندية تجاه القضية الفلسطينية. ما مخاطر هذه العلاقة دكتور؟ الحقيقة أنه المخاطر هي مخاطر متبادلة. يعني هناك ضرر هائل جدا سيحصل للهند نتيجة التوجه نحو هذا الكيان اللي هو في الأساس كيان استعماري، بالإضافة لأنه يجب أن تذكر الهند بأن هذه الدول هي بالمقام الأول دول غير ديمقراطية. يعني نموذج الربيع العربي الذي حصل قبل عدة سنوات ممكن أن يتكرر وبمزيد من الاتساع وبمزيد من العنف، يمكن أن يأتي بحكومات شعبية تمثل الشعب بشكل يعني حقيقي، وبالتالي الهند ستتورط بأنها أخذت صف أعداء الشعوب العربية وأعداء الشعوب الإسلامية، وأقصد به الكيان الصهيوني. الآن نحن بدون شك إذا خسرنا علاقاتنا مع دول كبيرة مثل الصين ومثل الهند فإن خسارتنا ستكون مؤثرة جدا، لأنه المعسكر الغربي عموما هو معسكر استعماري، هو بالأساس سبب كل مشاكلنا في العالم العربي. طيب الآن هل هناك نتائج مهمة لهذه الزيارة؟ النتيجة الأبرز لزيارة نتنياهو أنه نتنياهو والكيان الصهيوني هو مسكون أساساً منذ تأسيسه بعقدة الشرعية، ولذلك يركز كثيراً في الزيارات على موضوع العلاقات العامة. فنراه يذهب إلى المستشفيات والجمعيات الخيرية ويذهب باتجاه تبييض وتجميل وجه إسرائيل بأنها كيان متقدم متطور إنساني. أعتقد أنه أبرز مخرجات الزيارة تنصب على هذا الجانب، ولذلك رأينا نتنياهو يذهب إلى أكبر منتج للأفلام في الهند وهي بوليوود. بالمناسبة الهند هي أكبر منتج للأفلام في العالم، تنتج حوالي 1800 فيلم سنويا أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، ويوقع هناك عقود من أجل إنتاج أفلام وثائقية وأفلام درامية من أجل تحسين صورة إسرائيل. هناك أيضا مشاريع وقعت في الحقيقة حوالي تسع اتفاقيات منها اتفاقية عسكرية. كان هناك ولعله تم الإشارة إلى ذلك في التقرير، كان هناك صفقة عسكرية كبيرة لصواريخ مضادة للدبابات والمدرعات تريد أن توقعها الهند مع إسرائيل قيمتها حوالي 500 مليون دولار، وهذه الصفقة تم تعطيلها نتيجة ضغوط داخلية هندية. عندما جاء نتنياهو إلى الهند
هذه الصفقة تم التأكيد عليها من جديد وإحيائها، ولكن بقيمة أقل، أظن بلغت حوالي 75 مليون دولار. إذن الزيارة بحد ذاتها أنا تقديري أنها زيارة تعميق للعلاقة وتجميل لوجه الاحتلال وتعزيز الصورة المشرقة بين المزدوجين وإدماج له في الإطار الدولي، بالإضافة إلى أنه قد يكون بوابة خلفية للتطبيع مع الجوار العربي، وهذه مسألة مهمة جدا. تم حديث عن خط طيران بين إسرائيل وبين الهند. بالطبع هم الآن الخط الطيران الموجود هو يتبع شركة إلعال. نعم. وحجم السياحة بين الهند وبين إسرائيل حجم متنامي سنويا، يعني الإسرائيليين الذين يزورون سنويا الهند حوالي 80,000، وبالمناسبة غالبية هؤلاء من الجنود الذين أنهوا الخدمة حديثا يذهبون إجازات إلى الهند، وحوالي 45,000 من الطرف الآخر من الهنود، يعني نحن نتحدث عن حوالي 120,000 حجم التنقل بين الطرفين، وتقوم به شركة العال بشكل أساسي أو أنه يذهب بخطوط غير مباشرة. لأن طيران الهندي حاول أن يفعل ذلك لكن وجد أن التكلفة عالية جدا، لأنه سيضطر بأن يأخذ خطا طويلا يتجنب المملكة العربية السعودية وجزيرة العرب مرورا ببحر العرب ثم إلى البحر الأحمر وصعودا الى فلسطين. لذلك ربما تكون هناك محطة ترانزيت يعني في احدى الدول. بالطبع هذا سيجعل الطريق اطول وسيجعل الخط اكثر كلفة، لكن نعم. هو لو استطاع ان يجد خطا مباشرا فان مدة الرحلة تنخفض ساعتين كاملتين، مما يعني انه سيزيد هامش الربح ويزيد مستوى التنافس مع الشركات الاخرى. نعم. طيب إذن هذه هي أبرز النتائج حتى الآن. في المقابل هناك نتائج سلبية طرأت على علاقة الهند مع القضية الفلسطينية، وهذه الزيارة ربما تثمر في المستقبل القريب خاصة في ظل هذه الأزمة التي أحياها العالم الآن، واعتراف ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال إلى آخر هذا القرار الجائر. ما الخطورة في الموقف الهندي في هذا التوقيت بالذات؟ يعني نحن نرى أنه الولايات المتحدة الأمريكية دائما سوقت نفسها كوسيط. نعم. والطرف الفلسطيني متمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية اعتمدوا هذه الفكرة حتى حديثا الآن مؤخرا انتهت هذه العلاقة، أو يعني أعلن عن توقفها من الطرف الفلسطيني وأيضا من الطرف الأمريكي. الآن في ظل هذا الوضع صار هناك عزلة بالنسبة للطرف الفلسطيني. إذا الطرف الهندي أيضا ذهب باتجاه إسرائيل فإن هذا بكل تأكيد سيزيد عزلة الفلسطينيين. نحن شاهدنا خلال الرحلة الماضية كما ذكرنا قبل قليل أنه رئيس الوزراء الهندي مودي لم يزر رام الله خلافا للعادة، ثم لأول مرة في التاريخ الهندي لم يصوتوا في قضايا مجازر غزة اللي حصلت في 2014 في مجلس حقوق الإنسان. إذن مؤشر العلاقات الهندية الفلسطينية هو في انحدار مستمر، ولا نعرف أين سيصل في النهاية. قد يصل إلى أن تكون هناك صحيح بعثة دبلوماسية في الهند للسلطة الفلسطينية، لكن ستكون محاصرة وغير فاعلة إطلاقا. نعم. دكتور اسمح لي أذهب إلى فاصل قصير، بعده نواصل حديثنا، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. دكتور، هل بالإمكان أن يفعل الفلسطينيون شيئا أمام هذه يعني التطورات، أو حتى العرب والمسلمون؟ لأن القضية ليست قضيتنا وحدنا، إنما قضية الأمة العربية والإسلامية، وليس نحن نتحدث فقط بالنسبة للعلاقات الهندية الإسرائيلية، إنما نتحدث بالنسبة لعلاقات إسرائيل بكثير من الجوار العربي والإسلامي. بكل تأكيد، يعني إحنا عندما نتحدث بأنه حجم التبادل التجاري فقط
ما بين الدول العربية والإسلامية مع الهند يمثل 40 ضعف لحجم التبادل التجاري ما بين إسرائيل والهند. إذا هناك سلاح قوي جدا على الأقل في هذا الباب للضغط على الهند وعلى إسرائيل وأن تأخذ موقف أكثر اتزانا. أنا متأكد تماما بأن الهند لو كانت تشعر بالتهديد أو مجرد يعني التفكير أن هذا الوضع سيتعرض لأي نوع من الانتكاسة فأنا لن تأخذ مواقف بهذا الشكل. هذا أولا. ثانيا على المستوى الشعبي نحن نتحدث عن تاريخ طويل وعريق للنخب الهندية في مقاومة الاستعمار وهذا الحس ما زال موجود. هناك نخب يسارية، هناك أقلية إسلامية، يعني لا يصح حتى أن نسميها أقلية، أكثر من ربع مليار بني آدم على تعاطف وتواصل مستمر. على المستوى الشعبي الدبلوماسية الشعبية اليوم تحظى بأهمية هائلة في السياسة الدولية، بالإضافة إلى موضوع الحقوق، الموضوع الحقوقي، موضوع المقاطعة، مواضيع كثيرة جدا يمكن للجانب الفلسطيني أن يستغلها وأن يضغط بها كي يصل إلى حقوقه ويمنع هذا الانحدار في العلاقة. من يعمل في هذا المجال ليس في حاجة فقط أن يطور علاقته بالهند أو بغير الهند، إنما في حاجة أن يقنع العرب والمسلمين بضرورة أن يضغطوا باتجاه يعني أن يعني يوصلوا رسالة للهند مثلا أن العلاقات يمكن أن تتأثر فيما لو تطورت علاقتكم بإسرائيل، لأننا نحن الذين نملك كما تفضلتم 40 ضعف من التبادل التجاري بيننا وبينكم. هل يمكن أن نصل لهذا المستوى من العلاقات، وخاصة أن هناك دول مثل إيران على سبيل المثال التبادل التجاري بينها وبين الهند مرتفع، ودول الخليج وغيرها من الدول العربية والإسلامية طالما أن القضية هي قضية الجميع، لماذا لا يتحركون بهذا الاتجاه؟ يعني آمل أن يحصل ذلك، ولكن أنا غير متفائل بذلك بالواقع. نعم. يعني عمليا منذ تأسيس منظمة التعاون الإسلامي ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عجزت هذه المؤسسات عن حل مشكلة واحدة مهما كانت صغيرة. الآن اليوم نرى ويرى السياسي الهندي أن هناك مشكلة ما بين الدول الخليجية نفسها، فإلى أي مدى هذه الدول قادرة بأن تأخذ موقفا موحدا تجاه قضية ليست لا تمسها داخليا وإنما فلسطين على سبيل المثال أو حتى الهند؟ أنا بصراحة أكثر تعويلا على المواقف الشعبية. واليوم مع وجود السوشيال ميديا وعلى وجود التواصل الكبير بين العالم وانهيار احتكار المعلومة والإعلام اللي كان يحتكره الإعلام الغربي، أنا أتصور أنه البعد الشعبي له تأثير كبير. ولذلك أدعو كل من يهتم للقضية الفلسطينية وخصوصا إذا كان عنده قدرة على استخدام اللغات الأجنبية وتحديدا اللغة الإنجليزية أن يضغط بهذا الاتجاه ويستغل مسألة الدبلوماسية الشعبية والعلاقات العامة لأنه حقق نقاط لصالح هذه القضية ولصالح قضايا المنطقة كما فعل نتنياهو كما فعل ويفعل دائما المشروع الصهيوني. أنت قلت دكتور في الحديث السابق أنه الضغط الشعبي الهندي جعل الصفقة تصل من يعني نصف مليار دولار إلى 75 مليون دولار فقط. نعم، الضغط في الحقيقة لم يكن شعبيا، ولكن يجب أن نتذكر بأن الهند أيضا دولة مصنعة، ولذلك كان هناك ضغوط محلية من رؤوس الأموال المحلية الهندية، لأن صفقة من هذا النوع إذا يعني خرجت إلى الخارج فأنا هناك أطراف داخلية ستتضرر. نعم. هذا هو الموقف. نعم. الآن كيف ترى مستقبل هذه العلاقة دكتور في ضوء المعطيات الحالية في الواقع العربي والإسلامي؟ ما دام أن الظهر الفلسطيني منكشف وحتى المؤسسة الرسمية الفلسطينية تستمر بالانحدار في مواقفها وعدم قدرتها على تمثيل الشعب الفلسطيني تمثيلا فعالا وتحاصر أيضا من قوى خارجية، فأنه بكل تأكيد الهند لن تجد أمامها أي عوائق باتجاه تعزيز علاقتها مع إسرائيل، وهي سترى بأنه هذه العلاقة تجلب لها منافع بدون دفع ثمن. إذن حتى الوضع الفلسطيني يتغير يجب أن يكون الموقف الداخلي قوي وواضح، ويجب أن يكون الموقف العربي والإسلامي متضامنا مع القضية الفلسطينية. بدون ذلك فيعني أخشى بأن العلاقة مع الهند، علاقة الهند وإسرائيل ستذهب باتجاه الأسوأ بالنسبة لنا. نعم.
وهذا وارد في ظل التراجع العربي الحالي وخاصة الفلسطين. أشكرك دكتور محمد مكرم بلعاوي رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط، كنت معنا في هذه الفقرة الحوارية التي تحدثنا فيها حول العلاقات الهندية الإسرائيلية والتطورات التي حصلت فيها ومؤشرات ونتائج هذه الزيارة الأخيرة لنتنياهو، الذي يريد دائما أن يثبت للعالم كما قال دكتور من أن هذا الكيان كيان شرعي ولديه علاقات طبيعية حميمية مع الدول حتى ومع رؤسائها، لكنه يفشل في كل مرة أمام عدوان والغاشم على شعبنا الفلسطيني وأمام صور تخرج من القدس المحتلة ومن الضفة الغربية المحتلة لعهد التميمي ولإبراهيم الشهيد من غزة الشهيد المعاق وغيره من الفلسطينيين، تعود صورته الحقيقية للظهور أمام العالم، صورة المحتل العنصري القاتل. نتابع بعد فاصل قصير بعون الله، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. ماذا يفعل المقدسيون في فلسطين المحتلة؟ إنهم يقاومون الاحتلال بكل ما أوتوا من مواهب وقوى حية، يقاومون الاحتلال بالكلمة ويقاومونه بالحجر ويقاومونه بالثبات والرباط في داخل المدينة المباركة، وكذلك يقاومه الفنانون بريشتهم التي تثبت الحق الفلسطيني خلال العقود الماضية. أحد هؤلاء الفنانين ماذا فعل؟ ذهب لتسجيل تاريخ المدينة المقدسة بريشته العبقرية، فرسم المدينة في خلال 100 سنة ماضية في 100 لوحة جميلة ومعبرة، وهذه السنوات أو هذه اللوحات عبرت عن سنوات الاحتلال البريطاني ومن قبله الحكم العثماني ومن بعده ما حصل في فلسطين من احتلال صهيوني وتحديدا في عام 67. المهم أن هذه كما يقول ذلك الفنان ستبقى شاهدة على تاريخ هذه المدينة، وضع هذه اللوحات في كتاب حملت اسم كان يا ما كان. نشاهد سويا هذا التقرير لهذا الفنان شهاب قواسمي. تخيل ما أجمل هذا المنظر، كان في برضو دكاكين متداخل على اليمين وعلى اليسار. 1903 من باب العمود. كنت أرسم كثير لمدينة القدس بالذات. ليش القدس؟ القدس مدينة يعني غنية بالكنوز، يعني كنز لا ينضب، مظبوط، من ناحية التاريخ، الجمال، العمارة المعمارية والفن والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. طبعا أنا كمقدسي يعني وعايش في القدس حبيت أكرم هاي المدينة اللي هي حضنتنا كلنا إحنا المقدسيين. ف
فكان اهتمامي أكثر إشي إنه أرسم بس للقدس. استخدمت أنا بكل رسوماتي تقريباً للقدس كيف كانت قبل 100 سنة. كان الموضوع بتطلب مني إني أرسم بالأسود والأبيض على أساس إنه بيعطيها لمسة تاريخية. اللون الأسود والأبيض يعني بيعطيها شوية من ناحية تراثية أيضاً. استمريت في الإنتاج الفني يعني، وعملت معارض شخصية إلي في القدس، 4-5 معارض شخصية، واشتركت مع فنانين فلسطينيين وأجانب داخل فلسطين وخارج فلسطين. طالما أنا برسم رسمي عن القدس قبل 100 سنة وتقريباً بتاخذ معي رسمي 100 ساعة، ليش ما أعمل كتاب بتضمن 100 صفحة يعني كمان؟ فلقيت الموضوع كتير حلو إنه أنا أشتغل عليه كأساس 100 رسمة 100 ساعة عن القدس كيف كانت قبل 100 سنة. هلا بعد ما تبلبرت هاي فكرة براسي حبيت أستثمرها في كتاب. قلت أفضل عنوان للكتاب، طالما أنا برسم على القدس قبل 100 سنة، أفضل عنوان اللي هو كان يا مكان، القدس كيف كانت على أيام الأباء والأجداد بعيدة عن دنس الاحتلال. فأنا كنت أرسم تقريبا بالفترة اللي هي في نهاية الحكم العثماني لمدينة القدس، مرورا بالانتداب البريطاني وانتهاء بحكم المملكة الأردنية الهاشمية للقدس. وقفت في رسوماتي عند العام 1967، يعني ما رسمت بعد العام 67 أي رسمة لمدينة القدس. حبيت أشوفها أنا كيف كانت في الماضي. يعني أكثر إشي حبيت أرسم، أو كثير كثير كنت مبسوط لما كنت أرسم محل ما أنا انولدت اللي هي طريق باب السلسلة. رحت فعلا زرت محل بيتنا القديم، للأسف ما لقيتش البيت، يعني لقيت محل ونافورة مياه عاملينها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بلدية القدس يعني عاملة هدت الأماكن هناك والبيوت، وكان محل بيتنا ساحة عامة وفي نافورة مياه. يعني كثير كثير تأثرت، فرسمت نفس الأماكن نفس الحارة اللي أنا نشأت فيها يعني وتعرفت فيها. ففي اختلاف كليا يعني بين أنا كنت أعرفه وأتذكره وبين الصور اللي أنا حصلت عليها والواقع اليوم اللي هي باب السلسلة بال 2016، يعني تغير كامل. كما قال الفنان شهاب قواسمي، وهو فنان مقدسي متميز صاحب ريشة كما قلنا عبقرية، رسم المدينة خلال 100 عام ماضية في 100 لوحة ووضعها ضمنها في كتاب جميل. كما قال الملامح تتغير، الملامح الخارجية، قشور المدينة تتغير، لكن حضارة المدينة وتاريخ المدينة لا يتغير. وكما كنت أقول دائما، يمكن للاحتلال أن يهود المدينة بين مزدوجين، أي يهود شوارعها، يهود أزقتها من خلال تسميات عبرية مارقة، لكن كيف سيثبت وجوده في هذه المدينة؟ كيف سيهود تاريخ هذه المدينة وحضارتها؟ بينما هو يبحث منذ 70 عاما داخل هذه المدينة فوق الأرض وتحت الأرض حتى يثبت وجوده من خلال نقش ما، أو من خلال نقود هنا، أو من خلال هيكل عظمي ليهود مروا من هناك، لم يستطع خلال 70 عاما أن يجد شيئا يثبت أن هذه المدينة مدينة يهودية. وبالتالي المدينة تنطق بالعروبة وتنتمي للإسلام والمسلمين، ولا يمكن للرواية الصهيونية المارقة أن تطغى على الرواية الفلسطينية الحقيقية. فالمدينة عربية إسلامية كانت وما تزال وستبقى إن شاء الله تعالى. دعونا الآن نتابع فقرة أخرى، وهي حكاية مدينة المدن الفلسطينية التي تتكلم تاريخا وحضارة وزراعة وتجارة وصناعة وفنا وعبقرية، وهي أيضا تقاوم الاحتلال بكل ذلك منذ عام 1947 و1948. نتابع حكاية مدينة بعد قليل. هذه المدينة تسمى عروس البحر، عروس البحر لأنها غاية في الجمال والإبداع والعراقة، ولذلك كانت مطمع للاحتلال. وبالمناسبة قبل أن نشاهد هذه المدينة أو معلومات حول هذه المدينة مدينة يافا، أنوه بأن الاحتلال الصهيوني نظرا لموقع هذه المدينة المتميز جغرافيا قام ببناء وإنشاء ما يسمى بمدينة تل أبيب على أراضي هذه المدينة أو على جزء من أراضي هذه المدينة. فتل أبيب ليست باللغة العربية تل الربيع كما يترجمها بعض الناس، إنما هي مسمى إسرائيلي لأرض أو لمدينة أقيمت على جزء من أراضي مدينة يافا. دعونا نتابع هذه المدينة.
يافا. يافا عروس توسدت على كتف البحر الأبيض المتوسط وارتبطت بالجمال والعراقة، فضربت جذورها في عمق الأرض. قلوبنا ترحل إليها وعقولنا تتطلع لفك أسرها. تقع مدينة يافا على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى الجنوب من مصب نهر العوجة، وتبعد عن مدينة القدس 60 كيلومتراً. احتفظت يافا باسمها الجميل منذ العصر البرونزي، حيث سماها الكنعانيون يافا، والتي تعني الجميلة أو المنظر الجميل. غزاها الفراعنة والآشوريون والبابليون والفرس واليونان والرومان، ثم فتحها القائد الإسلامي عمرو بن العاص رضي الله عنه، وخضعت لكل الممالك الإسلامية. دخلت يافا الحكم العثماني منتصف القرن 16، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أصبحت يافا تحت الانتداب البريطاني. لعبت مدينة يافا دوراً مميزاً ورياضياً في الحركة الوطنية ومقاومة المحتل البريطاني من جهة، والصهاينة من جهة أخرى. من يافا انطلقت ثورة 1920، ومنها بدأ الإضراب التاريخي الذي عم البلاد كلها عام 1936. سقطت في أيار عام 1948 في يد العصابات الصهيونية. بعد سقوط المدينة جمع الصهاينة أهالي يافا في حي العجمي وأحاطوه بالأسلاك الشائكة، وجعلوا الخروج والدخول من الحي بتصريح من الصهاينة. قدر عدد سكانها عشية النكبة ب72,000 نسمة. ضمت يافا 7 أحياء رئيسية هي البلدة القديمة وحي المنشية وحي العجمي وحي رشيد وحي النزهة وحي الجبلية وحي هريش. جعلها موقعها وميناؤها تشتهر في التجارة الداخلية والخارجية. اشتهرت يافا بصناعات أهمها صناعة البلاط والإسمنت والسجائر والورق والزجاج وسكب الحديد والملابس والنسيج، كما اشتهرت بالبساتين وبيارات الحمضيات التي كانت تصدر إلى أوروبا، واشتهرت كذلك بصيد الأسماك. ومن أهم معالمها جامع يافا الكبير ومسجد حسن بك وكنيسة القلعة والحمامات القديمة والمزارات مثل مزار طامينة ومزار الوليين الشيخ إبراهيم العجمي والشيخ مراد. ومن ساحاتها ساحة الساعة، وكان يطلق عليها أيضا اسم ساحة الشهداء وساحة العيد. خضعت يافا للتهويد بأشكال مختلفة، منها تغيير المعالم والأسماء والآثار العربية والإسلامية واستبدالها بمعالم وأسماء عبرية، إضافة إلى تغيير طرازها المعماري من خلال هدم جزء كبير من المباني القديمة والقرى والأحياء المهجرة. يافا عروس البحر، احتلها غاصب وسكنها غريب، وستعود حرة عما قريب. بكل تأكيد ستعود يافا حرة بإذن الله قريبا، ولكن أنوه إلى موضوع مهم جدا. طالما أن كثير من الناس يؤرخون لتاريخ نكبة الأمة بنكبة فلسطين عام 48 و900 وألف، لأن بقاء الاحتلال في فلسطين المحتلة يعني أمة مفككة مهزومة تتراجع عاما بعد آخر. كذلك جغرافيا الناس تحسب موقعها في هذا العالم، وهذا يعجبني كثيرا عند كثير من قطاعات هذه الأمة، يحسبون موقعهم ببعدهم عن المسجد الأقصى المبارك وعن مدينة القدس المحتلة. نحن في فلسطين نقول أن المدينة الفلانية تبعد، مثلا يافا تبعد عن القدس المحتلة 60 كيلومتر، غزة مثلا 75 كيلومتر، وكذلك نريد أن نقول بغداد تبعد عن القدس بالكيلومتر، وكذلك إسطنبول وكل مواقع ودول العالم العربي والإسلامي. دمتم بخير ودامت فلسطين بخير. تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الحلقة.
تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.